ابل بالونيت الثلج جديده فيجن برو باش تبدل حياه العباد نهائيا والى الابد. يعني جوست تحكي على السومه اللي في حق فوز ايفونات 14 برو ماك بوك اير. نحكي كي تلبس لونيت الثلج نتاع ابل انت في الحقيقه مشيت للدنيا الاخرى. حوايج تدور بعدك بسم الله العظيم تقول الناس الاخرى. اما مش هذاك برك. ابل صنعت سيستم جديد، صنعت ديزاينر جديد، صنعت سبيشال ديزاينر. مش معناها بالونيت الثلج نتاع ابل الجديده لازمنا نديزاينيو في الاسباس. اوكي ديزاينيو دو دي صحيح، لازمنا نديزاينيو باش يكون حاضر انه يدخل في الانفيرونمون تاع العبد اللي ديزايني. فور اكزامبل الجلاس مورفيز اللي يجي نحكموا البانل، معناها البانلز نتاعي ما عادش باش يكونوا جوست دي باج ملونين، لا باش يكونوا صفرهم بالبلا. كي عبد يحب يكليكي على حاجه جوست يغزر لها انيماسيون 3 دي تصير على البوطون هذيك، وكي نحب نكليكي عليها ينزل على صوابعي. دونك لهنا ولينا نحكيو على بيهيفير جديد نتاع كليك نتاع بوطونات. كي نغزروا الانبوت فيلد لازم يشعل باش راهو اوكي هاني نشوف فيك تغزر لي، ولازم يكون حاضر باش يسمع الكلام. عبد كي يجي باش يدخل للزون نتاعنا لي بانل لازمهم يفيديو شويه باش يوريني شكون دخل. ابل بلونيت الثلج حبيناها ولا كرهناها بسومها الغالي ولا رخيص خلقت قواعد جدد في سيستم جديد، سيستم اسمه سبيشال ديزاين، وهذه فرصه لكل واحد انه يكون برو سبيشال ديزاين مادامو سيكتور جديد وفارغ وما فيهوش حتى حد، فرصه انه يتعرف فيه.